بعد ما شفنا مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نروح نتابع الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. أهم هذه الأخبار انطلاق معرض صناعة بلدنا برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي هتنظم صالون سياسي عن تطوير قطاع النقل البحري، وأخبار تانية هنعرفها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، معرض صناعة بلدنا هينطلق في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهيستمر لمدة 3 أيام بإشراف الهيئة الوطنية للصحافة وبمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات الصناعية والإنتاجية ورجال الأعمال والمستثمرين ومجتمع الأعمال. النهاردة برضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هتنظم صالون سياسي حول قطاع النقل البحري تحت عنوان قطاع النقل البحري بين الواقع والمأمول 2022. الصالون هيبدأ الساعة 8 بالليل لمناقشة تطوير قطاع النقل البحري والأهمية الاقتصادية للقطاع وسبل الارتقاء بهذه الصناعة الاستراتيجية. الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق أعلنت أنه هيتم النهاردة تعطيل الخدمة مؤقتاً في محطات الهايكستاب وعدلي منصور وعمر بن الخطاب وقباء لمدة 6 ساعات بداية من الساعة 5 الصبح، وده بسبب أعمال الصيانة. برضه النهاردة وزارة التربية والتعليم هتتيح سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية في مكاتب البريد.